ما بين خذ وهات. المناورات بين السلطتين حول تنويع مصادر الدخل والبديل الاستراتيجي للنفط مستمرة، ولسان حال البعض يقول بلغ السيل الزبا. أن هذه الحكومة غير قادرة على أن تهيئ شيء واضح وبين للناس يتفهم منه الناس أن هذا سيكون بديل عن النفط. أنا لا أقول نأتي بديل 100% عن النفط، على الأقل ولو بنسبة معينة 10% 5% كبداية. كل هذا لم يتحقق، وهذا بلا شك دليل قاطع على أن هذه الحكومة غير قادرة، وبالتالي أن تأتي حكومة أخرى كفريق حكومي متمكن قادر أن ينظر للمستقبل ويخطط للمستقبل سأصبح أمر ضروري. وبالتالي مع احترامي وتقديري لهذه الحكومة الحالية إلا أنها غير مؤهلة. هناك من يطالب الحكومة بالاستعانة بالخبرات والطاقات المهنية بعيدا عن الجانب السياسي. يحتاجون إلى العمق في الدراسات علشان لا تكون تديرون بلد مو شركة خاصة أو قطاع خاص أو شيء بسيط، ولكن الجانب السياسي قاعد يطغى في القرار بسرعة بسرعة بسرعة، يبي يرضي مرؤوسه. ليش؟ أكو مستشار يطبق موضوع الديزل وتكون هذه النتائج. البديل الاستراتيجي يجب أن يكون كل عناصره متكاملة. إذن هي مهمات جسيمة وبحاجة إلى وقفة واضحة وصريحة في ظل هذا النزف المستمر لمؤشرات أسعار البترول. المسائل وصلت إلى حد لا يمكن فيه المجاملة، الأمر حساس بالنسبة لدخول ومعاشات الأفراد، فلذلك لابد تكون الانتفاضة على قدر يعني المهمات اللي ملقاها أمامنا الآن. فالمهمات جسيمة، المقصود تنويع مصادر الدخل بقوة وبحدة، لا يمكن المجاملة على حساب أبنائنا وبناتنا وعلى حساب أفراد المجتمع الكويتي. هو رفض يكاد أن يكون عليه إجماع نيابي، فهل تبقى التصريحات للاستهلاك الإعلامي أم ستكون هناك مواقف جادة لوضع النقاط على الحروف؟ من مجلس الأمة، انتصار ذياب.